الفن هذا لا يدرس في تونس، لذلك أنا سافرت وتغربت ومشيت قريت برا وتعلمت وخذيت فيه الماجستير، ورجعت بعد سنوات من الأبحاث والتجريب لتونس وقاعدة ننشر فيه. علاقتي بالمدينة العربية هي علاقة وجودية فلسفية تجمع ما بين الفن والإنسانية، خاطر المدينة العربية هي في حد ذاتها لوحة فنية، وفي حد ذاتها هي اللي تعطيك الطاقة الإلهامية إنك باش تبدع وتولي فنان.